عسلامة. عسلامة أختي. قدم لنا روحك. أنا علي مواطن تونسي. مرحبا بك حذانا. بي اليوم أنت مسيو علي باش تحكي لنا حادثة صارت مع صديقك في تجربته مع الهجرة الغير نظامية. والله إيش باش نقول لك أختي، أنا فما معناها منا وفما منا، باش نحكي لك من شريتين، باش نحكي لك مع عباد مشيت وعاشت ميزيريا بالرسمي، معناها عاشت ميزيريا وتعذبت وبالرغم ذلك الكل وما عملت حتى شيء، وروحت أكيكة روحت تاني نشوف فيها. ونحكي لك من شيرة أخرى اللي فما عباد زادة مشيت من هوني تحت السفر وطوى لبس عليهم وفرحوا بديارهم وهزوا ماتهم للحج وجوهم بها، معناها على الاخر على الاخر على الاخر. معناتها الكونكليزيون انت وين تحط روحك؟ هي بلادنا ما تعيشش، هذا يا باس معناها حاجه متفاهمين فيها، اللي بلادنا نحن ما تعيش، اما باش تخرج لبرا انت وين تحط روحك؟ والله فما عباد تحكي معاه يقول لك والله انا باش نخرج لبرا خلينا نعيش 5 سنين، فاهم، نتفتح في 5 سنين نعيش حياتي وخنروح نرجع لنعيش في الميزيري. سي علاش حارق يا معلم؟ عاد ابقى لاني عايشه من 5 سنين. لو تحكي لنا شنو هو الحادثه اللي صارت مع اصحابك؟ قلت لي برشا اصحابي حادثات صارت معاهم، فما عباد قلت لك خرجت اختي وروحت من با عند روحت في صندوق، فاهم ولا اللي فما عباد هوني عائلتها معناها تحت صفر وتستنى فيهم العباد باش يروحوا وباش يفرحوا بديارهم وكذا وكذا، يروحوا لهم في صندوق، وفما عباد اللي روحت بصندوق ذهب في يديها. قلت لك انت وشنيا تحط، انت شنيا ومخك وانت وين تحط روحك، وانت وين تحط روحك توصل حتى في تونس هوني، حتى في تونس وين تحط روحك تعيش. يعني عندك اصحاب يعني فرقوا الحياه جراء الهجره الغير نظاميه؟ لا اسمعني هوني تغلط، هي كذبه ربي العمر ذاك بارتو، وين معناها ربي كاتب لك باش تموت تموت، مش خاطر احرق معناها مات كذا كذا، ذاك عمره. وانا عندي عمي مات في الغربه اختي، علاش ماشيين لبعيد ونحكي على العباد؟ عندي عمي انا مات في الغربه، فاهمه ولا؟ وعندي خالي ما شاء الله، انا نحكي لك من بارتي نجح على الاخر وتبارك الله ما شاء الله، وان شاء الله ربي يزيد. وعندي عمي روح في صندوق، خو امي وخو بابا، علاش ماشيين لبعيد اختي؟ ومش نحكي لك توا 2014، نحكي لك 94 و95 و97 وقت انت ما تولدتش اختي ظهرلي في الدنيا، فاهم ولا؟ معناه من اول الدنيا اللي الغربه وين تحط روحك تعيش. راني عطيتك من الاخر كونكليزيون، ظهرلي ما ركزتش معايا، عطيتك قلت لك معناها كونكليزيون معناها الحوصله نتاع الموضوع، انت وين تحط روحك؟ نقطه ارجع للستار. انت توا مسيو في الحوار نتاعنا قلت لي البلاد هذه ما تعيش، بينما في الكواليس قلت لي انت تحب تقعد في بلادك وتحب معناها تعمل فلوس في بلادك. مش نحب نقعد في بلادي، انا حبيت نفسر لك اللي العبد اللي بمخه ينجم يكون حتى في تونس، فاهم ولا؟ اللي عنده في مخه ينجم مش يكون في تونس، ينجم يعمل فلوس حتى في الصومال حتى في بنغلاديش ما دام عنده في مخه ومعناها اقتنع باللي فما حاجات زايدين في الحياه ما يعملهمش باش هو يوصل للحاجه هذيك، يلزمو فما حاجات ما يعملهاش. اقتنع سي بون، عمل البرانسيب نتاعو، راك يبدا عامل برانسيب في حياته وما نعرفش في مدى غشقر يعمل الفلوس مش في تونس، فهمت اختي؟ انا علاش قلت لك انا نقعد في بلادي كذا كذا، ما بلادي ما فيهاش باقيت في الكوشه. كيف شنو تحب نغطيو عين الشمس بالغربيه لاختي؟ تي بلادي ما فيهاش باقيت في كوشه. تي انا قلت لك باقيت في كوشه ما فهمياش في البلاد هذايا. باش كيفاش باش تعيش فيها؟ قلت لك تعيش فيها كان انت عامل برانسيب في مخك معناها وباش تتحمل برشا صعوبات باش توصل فيها، راك توصل فيها. مش ما توصلش فيها مية فما برشا طرق أختي، فما بلاد تضمن لك العيش الكريم، في تونس ما كتضامنوا العيش الكريم، فما بلاد معناها لي زابيسين تاع الحياة عندك، في تونس ما فماش الضو مقصوص عنا في الحومة دار بدار يخدم أختي، الضو يخدم دار بدار، فشني تحكي لي أنا بلاد تقعد فيها؟ تقعد اللهم تحب تعيش بالرسمي، معناها علاش العباد قاعدة تعيش في الميزيريا؟ خاطر موش قاعد يرى في فلان وصل وفلان وصل وفلان وصل، في تونس العباد لاشات، هزت يديها، يقول لك أنا باش نقعد هوني باش نوصل يحب لي 20 سنة ونتمرمد وكذا وكذا، بار كونتر كان بمخي أنا هو بيدو في بلاصة أخرى نوصل في 4 سنين ولا في 5 سنين نعمل اللي نحب عليه ونعيش مرتاح ونضمن لأولادي عيشة مرتاحة. يا اخي نحن رانا خيرتنا مسلمين فيها للبلاد، راهو تحب نحكي يا اختي رانا سوا، رانا عندنا ثراويات في تونس هزتهم فرنسا عايشه بهم فرنسا، برمشي انت شوف معناها الذهب الخام اللي عند فرنسا قداش، وشوف اسكو عندها موارد نتاع ذهب ولا تو انت تفهم وحدك اختي.
منين جاها؟ من تونس ومن البلدان اللي عم احتلتها ومن مالي ومن عرش منين ومن عرش منين. علاش؟ باش هما يعيشوا العيشه اللي نحكي لك عليها انا، معناها العيش الكريم، يضمنوها لرواحهم هما في فرنسا برزقنا نحن، ونحن اولادنا يتلزوا باش يمشي في معناها في 4 متر على 4 متر، وفي الماء يضرب 3 ايام في الماء و4 ايام باش يخلط، باش يقول لك نحب والله نعيش امي ونفرح امي حتى نهار في حياتها. اللي نديده هو ما يخممش فيه الشيء ذاك، خاطر هو ديجا يعيش اخر ايفون ياخذ، واخر من عرج رشنية ياخذ، واخر سبيدري دلول ياخذ، واخر كذا ياخذ، وهو في بلاده مرتاح ويخدم عادي مليجل. باركونتر انت شاقي اكثر منه 3 مرات و4 مرات وماكش موفر اشترى اللي موفره هو. كيفاش انت تحكي لي قاعد في البلاد هذيا نتاع شنيا اختي؟ نتاع شنيا؟ اللهم واحد يحب معناه يحب بالرسمي يضر روحه بالرسمي، خاطر بلادنا قلت لك اختي ضو مقصوص كوشه ما فيهاش خبز، معناها عباره قريش اختي. فما شيء معناها شنو نحن في 2023 تي انا كيما 2003 تي انا خيب من 2003 تي وين بلادنا اختي؟ بلادنا قاعده تبقبق عرفتها، بلادنا بقبقت 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 تو في تبقبيقه الاخر، هي باش ننقذوها ندزوها تطلع الفوق وترجع ما تغرقش، يا باش تغرق بلادنا والسلام عليكم، خاطر هي توا كيما قلت لك في مفس الاخر تجبد فيه، يا باش تلقى شكون باش يدزها وباش يلبسها جيلي سوفتاج وينقذها بلادنا، يا راي باش تغرق اختي وماكش باش تلقاني انا شهر اخر ولا عام اخر لك باش تلقاني انا باش نحكي معاك لك باش تلقى حتى واحد، الكلها باش يا اختي صليش عن النبي. عبيد حارقه بولادها صغار ببيات نساء ولا حارقه، يا فيش نيت تحكي دي بلاد ما عادش تعايش. دي عرس شباب انت، انا مثلا تو عمري 25 سنه تي قسما بالذي لا اله الا هو اقسم بالله مش نخمم في العرس، مجرد التخمام اصلا معناها ما عنديش فاهم اختي، معناها بالرغم معناها فما بنت الحلال فما كذا، اما يا صاحبي صعيبه في بلادك يلزمك تخرج تعمل 5 سنين ولا 10 سنين لبرا باش كي تروح تنجم تاخذ هذيك وتنجم تعمل هذيك وتنجم تعيش هكاك، ما كانش بلادنا راك تقرا راك بشي. انا بشهادي ومتخرج اختي، انا تخرجت 15 جوان، عملت بروجي فان ديتود وكتاب ودنيا وعبيت تفرج وستونونس وكذا وكذا، يعني بطا يعني كيف ما قلت انت، يعني قلت لك انا بيني بالروحي مانيش نخمم في الحرقه، ما كي باش طول بيا الدنيا شهر وعام وكذا باش نولي نخمم فيها بالسيف علي ومش مزي عمل ياك وقتي زي من الاخر حال بلادنا، وان شاء الله بالرسم يدزوها بلادنا دزة باهية، يكونوا رجال ويدزوها دزة باهية وما يخدموش المصالح نتاعهم وما يخدموش كذا وكذا، وبالرغم انا راني عارفهم كلهم كذابة اختي من كبيرهم لصغيرهم، من اول سياسي لاخر سياسي في البلاد هذيا كذابين كلها تكذب. خلي لك الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة يا كذابة يا سراق، راي العباد هاجت من البلاد احشموا على رواحكم راكم كثرتوا، الكلمة الأخيرة راي البلاد تبقبق، راكم انتوما كما كمش باش تنقذوها باش تغرقوا باش تغرق معانا، بلاد كاملة باش تغرق، البلاد هذيا ما عادش تلقاو فيها حتى واحد، راكم كثلتونا بالكذب والله العظيم وكثرتوا وكليتوا حق الزوالي، يلي ترقد في الكليمات الزهريات، يلي تخلي طاولة عشية من هوني لغديك تاكل قدمتين وتقوم ترقد، فما غيرك مش خالط على الباقيات، احشم على روحك راكم اختلتونا بالكذب. رانا هوني بالرسمي يا اختي ما عادش خالتين بالرسمي الشعب صاييه وفيه بالرسمي، راه عباد ما عادش لاقي ما تاكل يا اختي، ما عادش لاقي عباد ضو ما عادش لاقيته ماء ما عادش لاقيته، يكذب قتلونا من الرئيس للسياسيين الكل كذابه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم والسلام عليكم اختي.